مرحبا محمد، كيف الحال؟ الحمد لله. أنا المعالجة الوظيفية سوار. اليوم بدنا نفحص مدى تأثير الجلطة على حياتك من جميع النواحي. عندنا تقييم نفحص أسئلة عن أسابيع المركات، أنت بدك تجاوبنا عليها بالتدريج من 1 لـ5. فيه 59 سؤال وثمان مواضيع. هذول المواضيع هم مثلا عن الحركة الجسمانية الفيزيائية للجسم، عن الذاكرة والتفكير، وفي عنا عن المزاج. برضو في أسئلة عن التواصل، وفي أسئلة عن النشاطات اللي أنت بتكون فيها خلال يعني بشكل يومي، وفي على قدرتك على الحركة، وفي أسئلة عن الإيد اللي أكثر متأثرة بعد الجلطة، وفي عن مشاركتك هنا في النشاطات اللي أنت كنت تكون فيها قبل الجلطة. ماشي؟ مثلا هنا عندك سؤال بسأل إنه في الأسبوع اللي مرق الإيد اللي متأثرة أكثر بعد الجلطة كيف كانت قوتها؟ مثلا من 1 لـ5، عندك 1 ما كانش قوة، 5 كان قوة. عندك هون بالماركر بتعبي حسب شو يعني حسب شو أنت شايف بالنسبة إلك بالأسابيع من المركز، وإذا في أي سؤال بتقول. ماشي؟ يا محمد، إسا بدي تقيم لي من 100 كداش أثرت الجلطة على حياتك، كداش أنت حاسس إنها أثرت على حياتك؟ حوالي 50%. أغلب الأشياء اللي نص الأشياء اللي كنت أسويها بشكل عام بطلت أقدر أعملها بعد الجلطة. ماشي. طريقة حساب السكور هي مجموع العلامات اللي حلهن ناقص أقل علامات ممكن يجيبهن على أكثر علامات ممكن يجيبهن ضرب 100. بدنا نحسب الفيزيكال بروبلمز شو جاب هو. عنده هون 17، تجميع هذول 17 ناقص اقل اشي ممكن يجيبه اللي هو 4 على اعلى اشي ممكن يجيبه اللي هو 20، نضرب النتيجة في 100 بيطلع عندنا النتيجة 65%. 65% للفيزيكال بروبلمز. عند الميموري اند ثينكينج نفس الاشي، نجمع العلامات اللي هو حلهم بيطلع عنا 28 ناقص اقل نتيجة ممكن يجيبها اللي هي 7، عنا هنا 7 ناقص على اكثر اشي ممكن يجيبه اللي هو 35 ضرب 100 بيطلع عنا 60%. المجموع النهائي للثمان دومينز هو مجموع سكورينج اللي ممكن يجيبه كله ناقص 59 اللي هو أقل أجوبة ممكن يجيبها، أقل علامة، على 295 اللي هي أكثر علامة ممكن يجيبها، ضرب 100 على 100. عندنا جاب 173 السكورينج اللي جابه مجموعه ناقص 59 اللي هو مجموع أقل أجوبة ممكن يجاوبها، على 295 اللي هو مجموع أكثر أجوبة ممكن يجاوبها، ضرب 100 على 100 بيطلع عنا الجواب 38.6%. طيب، على هلا بحب أسألك، بنتعجب؟